السلام عليكم، معكم عبور شعيب، رئيس فيدرالية صدى فعالية المجتمع المدني درب السلطان الفيدا. اش غادي نقول لك، حنا الحمد لله كمغاربة مؤمنون بقضاء الله وقدره، وكل نفس ذائقة الموت، وبكل صدق وبكل صراحة أصبنا بحالة ذهول بتلقينا لخبر وفاة المشمولة بعفو الله ومغفرته سمو الأميرة للا لطيفة أمحزون أم جلالة الملك محمد السادس، أطال الله في عمره وأيده بنصره. واليوم احنا كمغاربة كان نسجل بحزن عميق أننا نتقدم جميعا بأحر التعازي وأنبى المشاعر المواساة لجلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره، ولكل الأسرة الشريفة العلوية المالكة، ولا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا بالدعاء مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد للا لطفة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم جلالة الملك أطال الله في عمره الصبر والسلوان وسائر أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة. فمرة أخرى وبصدق رئيس فيدرالية صدى فعالية المجتمع المدني درب السلطان الفيدا، أصالة عن نفسه ونيابة على كل أعضاء مكتبه ومنخرطيه وكل أبناء ساكنة الفيدا مر السلطان، يؤكدون تقديمهم الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم جميعا مرة أخرى بأحر التعازي وأنبل المواساة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.